السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من صناعة السلام، أولويات السلام في اليمن. تكشف مبادرات السلام المختلفة والعمل الميداني على الأرض اختلاف الأولويات باختلاف الأطراف الفاعلة فيها وفي جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام. وقد ظلت تلك الاختلافات سيدة الموقف خلال السنوات الماضية، وساهمت في اتساع الأثر الإنساني السلبي واستمرار المعاناة الإنسانية، كما سهلت صمود الميليشيات الإنقلابية لفترة أطول مما يمكنها. هذه الحلقة تقرأ الأولويات السياسية والعسكرية الاقتصادية والاجتماعية للسلام في اليمن لأبرز المشاركين والمؤثرين فيها. فاصل قصير ثم نبدأ الحلقة. مجدداً أهلاً وسهلاً بكم. ما الذي قالته السنون الماضية عن السلام في اليمن؟ ما الذي وكم مجلدات من الأحاديث راكم السياسيون، وكم من الوعود والوعيد قدمه العسكريون في الحرب، فيما الحرب تلقف ما يقولون تذهب بنا الحرب نحو محارق جديدة، ويذهب بنا مبعوثو السلام في اليمن إلى الغرف المكيفة والمبادرات الورقية. نقاش حول الأولويات السياسية والعسكرية مع ضيفي الأستاذ علي الصراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا الدكتور محمد الحبابي المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي. أهلا وسهلا بضيفي. دكتور علي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. دكتور محمد، أيضا أهلا وسهلا بك في حلقة اليوم. يا مرحبا، الله يحييك ويحيي الأخوان والمشاهدين والمستمعين لقناة عدن. دكتور محمد، بالنظر للمحاور التالية: الشرعية وتحالف دعمها، الإنقلابيون وأيضا الإنقلابيون وإيران، المجتمع الدولي وأبرز مؤثري، ما هي أبرز الأولويات السياسية والعسكرية للسلام في اليمن؟ محادثات السلام في اليمن ليست وليدة اللحظة، هي بدأت بعد أن أتم التحالف دخوله إلى اليمن في مهمة عاصفة الحزم، ومن ثم إعادة الأمل، ومن ثم الرغبة في أن تكون هذه القضية منتهية. أتون حرب ليس له أي رغبة، أو ليس هناك رغبة من جميع الأطراف أن يستمر إلا طرف واحد، وهو ميليشيا الحوثي التي يسيطر عليها الرأي والرغبة الإيرانية في أن تكون هذه الحرب مستمرة. نعم، كأولوية سياسية لدى الأوروبيين، لدى الأمريكان، لدى المجتمع الدولي، هل هي ذات الأولوية التي يحملها فرقاء هذه المعركة في الأرض، سواء كانت الشرعية وأيضا التحالف في دعمها، أو كان الإنقلابيون وداعميهم الإيرانيين؟ السؤال لك أستاذ علي. أولا مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الأعزاء. مساء النور عليكما جميعا. الواقع أن الأولوية الآن هي لإيقاف الحرب، إيقاف يعني الهجوم الحوثي على محافظة مأرب، ضمن خطة للوقف الشامل لإطلاق النار، وأيضا بالتزامن مع مجموعة الخطوات الأخرى التي كان قد أعلنها المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي، وأكدت عليها المبادرة السعودية، وحظيت بموافقة وقبول الحكومة اليمنية. طبعا المجتمع الدولي في الواقع ظل لفترة طويلة يعني لا أقول حائرا، ولكن يتقاذفه قدر معين من التردد في أخذ موقف واضح من الجماعة الحوثية ومن الانتهاكات التي يمارسها، وغالبا
ما كانت بعض الأصوات تبرر بأنه لا ينبغي الذهاب بعيدا في إدانة الأعمال الإجرامية للحوثي، لأنه لابد من ترضيتهم ولابد من إقناعهم بالعملية السلمية بوسائل يعني هادئة، وعلى أساس يعني أن إبراز أفضليات السلام. لكن ماذا كان يحدث في الواقع؟ كان يعني يحدث أن الجماعة الحوثية كانت ترى في هذا التراخي وفي هذا الاسترضاء غطاء مناسبا لتشديد حملاتها العسكرية وتشديد انتهاكاتها، ليس فقط في يعني يعني بتوجيه الحراب الصاروخية والطائرات المسيرة نحو المناطق اليمنية المحررة ونحو المملكة العربية السعودية، ولكن تشديد انتهاكاتها في الداخل حيث مناطق سيطرتها. أفهم. وأعتقد بأن الآن صار واضحا بأن سياسة الاسترضاء سياسة فشلت وسياسة لم تحقق أي نتيجة، وبالعكس يعني الانقلابيين الحوثيين استخدموها غطاء للتوسع ولتشديد أعمالهم العسكرية. الآن لابد من إحداث انقلاب في المواقف الإقليمية والدولية، لابد من إلغاء سياسة الاسترضاء واتباع سياسة الحزم مع الانقلابيين. أولا ينبغي نبذهم وينبغي عزلهم بشكل أكبر، وينبغي فعلا يعني إنهاء الهامش الذي يتحرك فيه، وبالذات إنهاء الهامش الذي يتحرك فيه أنصارهم ومريديهم واستغلالهم يعني للمبادئ والأفكار الإنسانية التي ينتهجها العالم وبالذات في الغرب وفي الولايات المتحدة. الآن لابد يعني بعد أن اتضح جليا بأنهم يرفضون السلام ولا وغير مستعدين بالقبول بالفكرة، وأنه لديهم مشروع عسكري فقط وليس لديهم مشروع للسلام وليس لديهم مشروع للحوار والوصول إلى حل سياسي يجمع كافة الأطراف اليمنية. هم حتى هذه اللحظة لا زالوا يتصرفون على أنهم هم الدولة اليمنية، وأن لا توجد أطراف يمنية بمقابلهم، ولكن فقط ما يوجد أمامهم هو عدوان، يعتبروا هذا عدوان من قبل المملكة العربية السعودية ومن التحالف العربي، وهذا فيه خداع ويعني فيه يعني تنكب للحقيقة. الحقيقة نعم، أن هذه أستاذ علي أنت تتكلم عن ما ينبغي، والسياسيون ربما أتعبون بما ينبغي، لكن ما الذي يدور في الدهاليز السياسية لدى الأمم المتحدة ولدى أيضا عدد من دول العالم المهتمة والمؤثرة؟ أذهب بتساؤلي للدكتور محمد الحبابي عن الواقع اليوم، ما الذي حملته هذه الرسائل التي صدرت تباعا خلال الثلاثة والأربعة الأشهر الماضية؟ هجوم كاسح على مأرب ورغبة يعني دائمة ومستمرة في إقلاق الأمن اليمني وأمن الإقليم أيضا من قبل الحوثيين كأولوية، ثم نجد في الجانب الآخر ذلك التمييع للقضية مثلا على سبيل المثال بإلغاء قرار تصنيفهم جماعة إرهابية، وأيضا في إيصال مبعوث لا يقول شيئا، وفشل المبعوث السابق المبعوث الأممي وقوله أنه انتهت لديه فرصة الحل الأخيرة كما جاءت بعض التصريحات أو ما يشير إليها خلال الفترة الماضية. أستاذي، ما قاله الضيف وما ذكرته قبل قليل هو واقع الحال. الحرب التي زرعتها وصنعتها إيران في اليمن عن طريق الميليشيا الحوثي، والتي كانت من 21 سبتمبر 2014 ولها 6 سنوات، لقد تماهى الغرب معها تماما. أمريكا موجودة في صنعاء في سفارتها، وبريطانيا مؤثرة أكثر منها على الأرض، وكذلك معظم الدول الأوروبية. والآن لا، أمريكا للتصحيح أستاذ دكتور محمد، أمريكا ليست موجودة كسفارة في صنعاء.
السفير كان موجود إلى فترة، ولكن دعنا نقارن بين ما يحصل في اليمن وما حصل من حرب على أرض فلسطين بين حماس وإسرائيل، حسمت 11 يوم لئلا تتضرر إسرائيل الولاية 51 لأمريكا. نرى أن اليمن جميع دول الغرب وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا ومعظم الدول حتى روسيا عندما جاء حديثا عن جماعة الحوثي في أنها فعلت وقتلت ودمرت في إحدى الفقرات أو فقرتين في مجلس الأمن في هيئة المتحدة، المندوب الروسي رفض أن تدرج هاتين الفقرتين وإلا سيعترض على إدانة الحوثيين في أعمالهم. أمريكا لعل ما حصل في مأرب وتقدم الحوثيين رغبة في السيطرة على منطقة مأرب، والتي يقولون أنها عندما سيطرون عليها فسيسيطرون على كل اليمن على حد زعمهم، وأنهم علتهم بذلك أنهم يحتاجون مواد نفطية وغازية والموانئ ممنوعون من أن تدخل لهم. هذا الكلام هو يدخل في إدعاءات الحوثيين، ولكن الآن نرى أنه بعد فشل المحادثات في عمان بين المندوب الأمريكي تيموثي ليندر كينغ ومارتن جريفيث ومن حضر من حوثيين، حتى أنهم رفضوا أن يقابلوا المندوب الأمريكي وتلكعوا كعادتهم في جميع المحادثات، الآن يأتي وفد عماني رفيع المستوى إلى صنعاء. هل تنجح عمان في حل المشكلة فيما عجزت عليه عنه هذه الدول جميعا؟ هل تنجح في هذه المحادثات الأخيرة؟ نحن الآن نقول لعل أو عسى أن توقف الحرب، وإن كان الوساطة العمانية تود أن تقنع الحوثي بأن يوقف الحرب ويدخل في محادثات سلام، وهذه المحادثات ستلاقي نجاحا وإن كان قليلا، فالتحالف بالتأكيد يرحب بها، ولا أصدق من على ذلك من مبادرة سلام عرضها التحالف كورقة أخيرة قبل أسابيع أو أشهر أو أقل من شهر على المملكة العربية السعودية. نعم نعم، مبادرة المملكة العربية إشارة إليها. نعم، أشكرك دكتور، وابقى معنا. سأذهب للأستاذ علي عن أبرز التحولات في ضوء ربما الرحلات والزيارات واللقاءات والخطابات والبيانات والتصريحات الأخيرة، كيف تقرأ الأولويات أستاذ علي؟ طبعا في الآونة الأخيرة بدأت المواقف تتحرك باتجاه غير ملائم للحوثيين، بعد أن كان هناك رهان من جانب إدارة بايدن على أن الحوثيين سيقبلوا بالدعوة للسلام، وبعد أن اتخذت بعض الإجراءات ومنها كان رفع التصنيف على الحوثيين كجماعة حوثية وكجماعة قصدي إرهابية، بدأت بعد ذلك الحركة أو ما سمي بالزخم الدبلوماسي في إطار الدعوة لتحقيق السلام. وفي هذا السياق جاءت المبادرة السعودية، ثم جاءت المبادرة الأممية، وهي ترتكز بدرجة رئيسية على المبادرة السعودية، وأعتقد أن قد بذلت جهود من جانب المبعوث الأمريكي، وقد التقى هو مع ممثلي الجماعة الحوثية في مسقط، وأيضا المبعوث الأممي بعد أن رفع الحظر عنه الحوثيين والتقوا به في مسقط ثم ذهب إلى صنعاء، أيضا جاءت ردودهم على عملية السلام أو على دعوات عملية السلام مخيبة للآمال كما جاء في تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن. وأيضا الإدارة الأمريكية وصلت إلى قناعة بأن الحوثيين هم المعطل الرئيسي لعملية السلام، وأنهم لا زالوا يراهنوا على الحرب، رغم تأكيد الجانب الأمريكي أن انتصارهم في المأرب
من المستحيلات، وهذا طبعا هو ما يفهمه اليمنيون بأن واليوم يعني من المستحيل أن يفرط الشعب اليمني بمأرب. لكن كما لاحظنا فعلا بأن الحوثيين لا زالوا مصممين على هذا الموقف، على الحرب، وأن إصرارهم على استمرار الحرب والهجوم على مأرب لم يعد قرارا حوثيا بحتا، وإنما هو قرار إيراني بامتياز. واليوم كان هنالك تهديد من السفير البريطاني أو إشارة واضحة إلى الحوثيين، لكن إلى الآن لا تزال المواقف ضبابية، وربما هناك من يقول بأن هنالك ميوعة في التعامل مع هذه الآلية العسكرية التي يخوض بها الحوثيون وتخوض بها إيران حربها على المنطقة في اليمن. أذهب للدكتور محمد وأسأل عن المستفيد من هذه الميوعة في تحديد أولويات السلام في اليمن لدى مبعوثي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحديدا. لماذا تختلف الأولويات؟ فحين يذهبون إلى مسقط يقولون فتح مطار صنعاء والحديدة، موانئ الحديدة، ثم وإطلاق وقف إطلاق النار تأتي ثالثا كما في الترتيب، لكن حين يذهبون إلى الرياض وإلى الحكومة الشرعية يقولون إطلاق النار ثم وفتح مطار صنعاء. أين هي الأولويات بالتحديد؟ أنا أجد المستفيد في استمرار الحرب في اليمن هي الجماعة الحوثية وأمراء الحرب في اليمن الذين يعتبرون يدا طولة للحوثي، ولا ننسى منهم أكرم مجاهد الجيلاني الذي استبدل اسمه باسم الصماد أو فارس مناع، يجلب الأسلحة من إيران إلى اليمن ويهربها لإيقاد الحرب في اليمن أكثر على أكثر وجه. أنا أجد أن الموقف الآن هناك تغير، هناك دخول إلى دولة أوروبية أنا أجد دخولها غريبا، وهي دولة هولندا، وأجد دخول لعمان بعد 6 سنوات من الحرب. الآن عمان تدخل بقوة دبلوماسية وتتجه إلى صنعاء، هناك تغير في الموقف. نعلم أن الحوثي أقام مراكز صيفية لتجنيد ما يقارب 600,000 من شباب اليمن، وهذا أمر مؤسف. ونعلم أن الحوثي لا يرغب في إنهاء حرب اليمن لأنها تتعلق بنظرية أم القرى التي وضعها محمد لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، الذي تذهب من اليمن باتجاه المدينة والمنورة ومكة، ونعلم أمور كثيرة، ولكن لا أعتقد أن هذه الأمور ستستمر. العالم الآن لديه مشكلة اقتصادية كبيرة صنعتها جائحة كورونا تتمثل في خسارة العالم جميعا أكثر من 21 إلى 22 تريليون، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية خسرت 3.1 تريليون. هناك هاجس اقتصادي قد يساعد على حل مشكلة اليمن، على وضع نهاية لهذه الحرب المؤسفة التي ضرت بالإنسان اليمني وأخرت التنمية في اليمن وأعادت اليمن عقودا وسنوات من التنمية. إذن نعم، من التنمية لا يستحقها المواطن اليمني، المواطن اليمني، الدكتور اليمني والمهندس اليمني والإداري والصانع الذي ينجح في مختلف دول العالم خارج اليمن، لماذا لا ينجح على أرضه في اليمن؟ نعم، هذه تساؤلات يحاربه من أعداء الوطن. نعم، وهذه مشكلة كبيرة. أنا أجد اليمنيين لنا أصدقاء ومعارف وزملاء في مختلف دول العالم ناجحون وأمثلة قوية في العلم وفي المهارة، لماذا ينجح اليمني في ديترويت في ولاية ميشيغان في أمريكا، وفي كريستوفر في بريطانيا، وفي الصين وماليزيا، وهناك أساتذة الجامعات والمخترعين والمبتكرين، ولا ينجح اليمني على أرضه رغم أنه يستحق ذلك كمواطن من إذن السلام هو المدخل لعودة اليمنيين إلى الإشراق. دكتور محمد، سأذهب للأستاذ في تساؤلي الأخير، ابقى معنا. تساؤلي الأخير أستاذ علي عن آفاق ترتيب أولويات السلام
وتوحيد الرؤية للمؤثرين في صناعة السلام في اليمن، سواء كان المؤثرون من أبناء اليمن يعني الحكومة الشرعية وأيضا الانقلابيين، أو من المجتمع الدولي، أو أيضا من التحالفات القريبة من هذه الأزمة المستطالة على مدى 6 سنوات؟ في تقديري أنه من الضروري الآن أن يكون هناك موقف موحد للمجتمع الدولي، أن تكون هناك حركة دولية يعني منسقة وموحدة ترتكز في الأساس على مبادرة السلام، وأيضا لابد من توحيد المفاهيم حول يعني حول تقديم هذه المبادرة. القول بأنه يمكن البدء بفتح المطار ومطار صنعاء وتخفيف ميناء الحديدة والتخفيف على ميناء الحديدة، أنا أعتقد وتأجيل قضية وقف إطلاق النار، أنا أعتقد أن هذا ترتيب غير منطقي وغير واقعي، وهو بمثابة عمل فاشل وخاطئ، لأنه يضع العرب أمام الحصان، بينما أعتقد أن الوقف الشامل لإطلاق النار هو المقدمة الحقيقية لكافة الإجراءات اللاحقة. كيف يمكن القبول بفتح مطار صنعاء وتخفيف الإجراءات في ميناء الحديدة في الوقت اللي الحوثيين لا زالوا يشددوا هجومهم ليس فقط على مأرب ولكن أيضا على بقية المناطق اليمنية في حجة وفي تعز وفي صعدة، ولا زالوا يمسكوا بالقنبلة الموقوتة صافر وصافر، وهذه مشكلة كبيرة، هي مشكلة دولية. لا ينبغي فعلا الاستهانة بخطورتها، ولكن أقول بأن يعني بعد الذي حدث الآن وإطلاق الصاروخ الباليستي على محطة الوقود في مأرب، أنا أعتقد أنه لم يعد من حق الحوثيين أن يتحدثوا عن السلام وعن الإجراءات الإنسانية، أو بالأصح ليس من حقهم أن يتكلموا عن يعني الاحتياجات الإنسانية، لأن إنسانيتهم هنا انكشفت واتضح ماذا يقصدون بها، أنهم يريدوا فعلا يعني فعلا أن يبيدوا الناس. وأعتقد أن هذا الصاروخ الذي وجه على محطة البنزين لم يكن خطأ حربيا وإنما عملا مقصودا يقف وراءه، خاصة إذا ما عرفنا بأن من يطلق الصواريخ بدرجة رئيسية خبراء الضباط الإيرانيين واللبنانيين، وهذا معناه أن قرار الإطلاق هذا الصاروخ هو قرار إيراني، والهدف من هذا هو وضع العراقيل والصعوبات أمام الآن التحركات الدبلوماسية التي تسعى من أجل تحقيق السلام. أشكرك دكتور علي الصراري، المحلل السياسي وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي. التساؤل أيضا أذهب به للأستاذ للدكتور محمد الحبابي عن آفاق ترتيب أولويات السلام في اليمن. أتفق مع الزميل الضيف فيما قال أن الحوثيين كشفتهم مأرب وما قاموا به، وبالأخص صاروخ الباليستي الأخير على محطة الوقود وإصابة مدنيين لا ذنب لهم إلا بتواجدهم بالقرب من هذه المنشأة. أنا أجد الحوثيين الآن مكشوفين تماما للعالم أجمع. كواشف الحوثيين دكتور محمد، كواشف الحوثيين كثيرة، محطات كثيرة كشفت الحوثيين، تجنيد الأطفال، استخدام اليمن كمنصة إطلاق صواريخ باليستية على المدن اليمنية والسعودية، الكثير من الكواشف. لكن ما الذي يقنع المجتمع الدولي في الترتيب الصحيح للأولويات الأولويات السياسية للسلام في اليمن؟ أنا أعتقد أن المجتمع الدولي مع تعنت الحوثيين في محادثات المندوب الأمريكي تيموثي ليندر كينغ في عمان، ودخول عمان الدبلوماسي لإنهاء الأزمة أو المحاولة في تخفيفها، وظهور دول أوروبية كهولندا تود أن تقوم بمحادثات سلام باليمن، بالإضافة إلى الأطراف الفاعلة كالأطراف الأمريكية والبريطانية، ولا ننسى كذلك الفرنسية والروسية. أنا أقول قادم الأيام يوحي بأن هناك
امور تجري لايقاف الحرب في اليمن، وهذه امور مبشره. انا هذه البشرى نتمنى ان تكون واقعا. اشكرك جزيل الشكر دكتور محمد الحبابي، كنت معي في حلقة اليوم من صناعة السلام من على قناة عدن الفضائية. أعزائي المشاهدين، سنذهب إلى فاصل ثم نعود للمحور الثاني من هذه الحلقة، لا تذهبوا بعد. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مجددا في المحور الثاني من حلقة اليوم. ضاعفت الحرب من المآسي الإنسانية التي عاشها اليمنيون خلال العقود الأخيرة بسبب الصراعات التي لا تنتهي. دعوات السلام القائمة فجرت تساؤلات عديدة حول واقع الإنسان في اليمن وفي أولويات السلام المبتغى، وهل يستطيع الفاعلون صناعة إنجازات اقتصادية واجتماعية ملموسة وحقيقية في الطريق للسلام في اليمن. نقاش المحور الثاني مع ضيفي الأول عمر بن هلابي، وهو الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ علي عمر. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذي. حياكم الله. معنا اليوم هذه الحلقة للنقاش حول الأولويات، وسنذهب في الأولويات ليست السياسية، ناقشناها في المحور الأول والعسكرية، ولكن سنذهب إلى الشق الإنساني المتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنظر للمحاور التالية: الشرعية وتحالف دعمها، الإنقلابيون وإيران، المجتمع الدولي وأبرز مؤثريه. ما هي أبرز أولويات السلام في اليمن اقتصادياً؟ أولويات السلام حقيقة بالنسبة للشرعية والاتحالف هي أن تعود الحياة الطبيعية وتصل المساعدات للشعب اليمني الذي أصبح يعني يخضع تحت طائلة العوز وطائلة تحت حط الفقر بالنسبة للمناطق التي يسيطر عليها الحوثي، حيث أن معظم هذه المساعدات الإنسانية التي تصل أو يحاول الشرعية والاتحالف العربي إيصالها بكل الطرق إلى الشعب، ولكنها تنهب من قبل ميليشيات الحوثي لاستخدامها في طرق وأوجه غير ما وجهت له. وهذه هي المعضلة الأساسية في 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 وإحدى أكبر التحديات الآن أمام المجتمع الدولي والإقليمي. نعم، كيف تأثرت الأولويات الاقتصادية لدى مختلف المؤثرين والمتأثرين؟ هل الأولويات الاقتصادية من الحرب وللحرب وللسلام في اليمن هي ذاتها لدى المجتمع الدولي كما لدى الشرعية كما لدى التحالف كما لدى إيران وفريقها وحوثييها؟ هل هي ذاتها، هل يسعون لنفس الغرض، أم أن هناك اختلافات، وهذه الاختلافات كيف تأثرت خلال الفترة الماضية؟ أنا لا أعتقد أن الشرعية أن الميليشيات الحوثي ومن خلفها إيران لديها نفس الأولويات بالنسبة للشعب اليمني. أولويات الحوثي وإيران هي استخدام وابتزاز العالم بالحاجة المجتمع والحاجات الإنسانية والاقتصادية، الحاجة الاقتصادية للشعب اليمني. الميليشيات تحاول أن تبتز العالم لفتح معابر لها يعني استغلال هذه المساعدات وتوجيهها بتوجيه آخر بما يخدم مشروعها التدميري في اليمن. ولذلك لا 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 نستطيع أن نقول بأنهم لديهم نفس الأولويات، وهذا ما يزايدون عليه للأسف. نعم، هل بالنظر لما يقوم به الحوثيون على الأرض، هل استطاعوا يعني الحصول على منظومة اقتصادية؟ هل استطاعوا أن يدولبوا أجهزة ومؤسسات الحكومة لصالحهم وأيضا القطاع الخاص؟ هل استطاعوا بناء آليات اقتصادية تساعدهم على كل هذا الصمود؟ هو ليس بناء، هذا ما يحصل أنهم في المناطق المسيطر عليها الحوثي وميليشياته أخذوا يستغلون كل ما هو موجود وكل ما يدخل إليهم ويصل إليهم من مساعدات للشعب اليمني، يعيدوا انتزاعها من الشعب اليمني وسرقتها لتوجيهها لمشروعهم. ليس هناك أي بناء داخل المناطق
المسيطر على الحوثي. ما هو حاصل هو أنهم يسيرون الاقتصاد بقوة ما يريدون، يسيرون الأسعار بقوة ما يريدون، يستغلون كل منافذ ومداخل الاقتصادية في العجلة الاقتصادية للشعب اليمني في المناطق التي يسيطرون عليها، يسيرونها بقرارات يعني تخدم توجهاتهم فقط ولا تخدم أي بناء للدولة أو للاقتصاد في المناطق التي يسيطرون عليها. كيف تتعامل الحكومة الشرعية مع مثل هذه الإشكالية ربما المستدامة على مدى خلال فترة ما بعد التحرير، ما بعد العودة إلى طبيعة يعني الحياة السياسية والشرعية الدستورية في اليمن؟ ما أخذت بالي من السؤال. كيف ستستطيع الحكومة تجاوز هذه المحنة من استغلال الحوثيين للمكونات الاقتصادية أو دواليب العمل الاقتصادي في اليمن؟ الحكومة الشرعية يعني لديها المقدرة أن تعيد بناء العجلة الاقتصادية وتوجيهها بما يخدم الشعب اليمني. ما وجدنا أن الآن رغم كل هذا الاستنزاف الذي تمارسه والسرقة التي تمارسها الحوثي في مناطقه، إلا أن الشرعية لا زالت استطاعت أن تسيطر على بقاء عجلة الاقتصاد اليمني دائرة وحالة دون انهيار المنظومة الاقتصادية في اليمن بشكل عام. نعم. وهذا يحسب عليها، يحسب لها، يحسب للحكومة. نعم. الشرعية. لكن نعم. لدينا البنك المركزي على سبيل المثال والعملة، كيف استطاع الحوثيين ومن الذي دعمهم في معارضة السياسات الخاصة بالمصارف وبالعملة وهي أمور سيادية متفق على أن لا يتم الصراع حولها؟ كيف، من الذي دعمهم للوقوف وعرقلة الوضع فيما يخص توحيد العملة على سبيل المثال؟ أولا أنهم هم استطاعوا أن يفصلوا الجزء الذي يسيطر عليه من اليمن، يفصلوه عن الجزء المسيطر عليه الشرعية، بحيث أن استطاعوا على سبيل المثال أن يستغلوا أن المناطق المحررة، المناطق التي تخضع للشرعية، هي المناطق التي تستنزف الاقتصاد، لأن هي من فاتحة أو بإمكانها فتح باب الاستيراد للتجار بما في ذلك التجار الذين في صنعاء. ولذلك نجد أن هناك فرق في تسعيرة العملة وفي تسعيرة الدولار بين عدد وصنعاء. نعم. وهذا ما استطاعوا أن يستنزفوا الاقتصاد الاقتصاد الشرعية بحيث أن يستغلوا التصدير من عدن ويشتروا الدولار من عدن، ولكن عندما تدخل هذه البضائع إلى صنعاء يعيدوا بيعها بنفس العملة التي أصروا على استخدامها والعملة القديمة، بحيث يظل سعر الصرف مسيطرا عليه ليظهر للعالم شكلا أن هناك دورة اقتصادية وأنهم مسيطرين على البنك، ولكن الحقيقة ليس كذلك. هناك لماذا لم يتعامل معهم العالم بلغة مختلفة في هذه الجزئية ويستطيع أن يفرضوا عليهم شيئا كما فرضوا على الحكومة إيقاف تحرير الحديدة على سبيل المثال؟ سيدي العزيز، اللعبة الآن يعني لم تعد خافية على اليمنيين وعلى العالم، هناك لعبة دولية وإقليمية، وهناك داعمين إقليميين ودوليين للحوثي ولاستمرارية الحرب هذه تخدم عدة أطراف إقليمية ودولية. ولذلك لا نستطيع أن ننكر بأن هناك دعم سواء ظاهر أو خفي للحوثيين بكل الطرق، سواء الطرق الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها، يعني هذا لم يعد خافيا. ولذلك هناك تواطؤ حقيقة من المجتمع الدولي ومن المجتمع الإقليمي، بعض الدول الإقليمية تواطؤ واضح، وهناك يعني بما يرقى أن أكاد أسميها مؤامرة على اليمن وعلى بشكل خاص على المملكة العربية السعودية لاستنزاف الحكومة اليمنية واستنزاف المملكة بوقعها في هذه الحرب التي حقيقة لها داعمين كثير بما في ذلك قوى دولية مؤثرة. نعم. إذن للأسف الشديد كل ما يجري يعني هنالك علامات استفهام كثيرة حوله، خصوصا فيما يتعلق ب يعني التعامل والتماهي مع
قرارات الميليشيات الحوثية في هذه الحرب المستمرة على اليمنيين وعلى المنطقة. أشكرك جزيل الشكر عمر بن هلابي الباحث والمحلل السياسي، كنت معي في حلقة اليوم من صناعة السلام. أعزائي المشاهدين، هكذا نشاهد المجتمع الدولي أو المجتمع الدولي وكيف يتصرف مع هذا الملف مع ادعاءات الإنسانية، لكن أين الإنسانية من واقع الحال؟ كيف يتعامل الحوثيون مع المواطن اليمني فيمنعون الرواتب ويعرقلون توحيد العملة بما يخفف سعر صرفها وبالتالي يعزز يعني وضع اليمنيين المالي؟ كيف تذهب الإغاثة ويعني كثير مما يجلبه العالم لليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين كرصاصات ووقود للحرب؟ وهذا كشفته كثير من التقارير. كيف يتم التعامل مع الحوثيين وأولوياتهم في هذا المجال يعني بكل هذا الهدوء، فيما إجراءات الحكومة كان يرتفع صوت العالم؟ ونحن نتذكر حين نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن كيف صرخت كثير من الأصوات وتعالت كثير من الأصوات ويعني تشككت وتخوفت وحاولت أن تثير ضجة كبيرة للعودة إلى الوضع السابق، لكن لا يزال يعني الأمر فيما يخص الميليشيات الحوثية راكدا. ما الذي يجري لا ندري وسندري، وكثير من اليمنيين يدرون، لكن يعني هي تساؤلات غامضة قليلا. أذهب إلى جابر محمد وهو الإعلامي والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بك. مرحبا أخي جابر. نعم تفضل أسمعك. مرحبا بك ومرحبا بالأخوة المشاهدين، حياكم الله. في حلقة اليوم نحن نناقش الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في المحور الثاني من الحلقة لمختلف الأطراف بالنظر إلى الشرعية وتحالف دعمها، الانقلابيون وإيران، وأيضا المجتمع الدولي وأبرز مؤثريه. ما هي الأولويات الاجتماعية للسلام في اليمن؟ شكرا لكم على الاستضافة. دون شك لا يمكن فصل الأولويات الاجتماعية عن الأولويات السياسية في اليمن وإنهاء الانقلاب. عملية رفع المعاناة عن المواطنين وإدخال الخدمات إلى المواطنين بكل سلاسة تعتبر من الأولويات، ولكن هذه الأولويات لا يمكن تحقيقها دون إيقاف أو إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية إلى العاصمة صنعاء وإحلال السلام الدائم في ربوع اليمن الحبيب. دون شك هذه هي الأولوية أو هذا هو المدخل الأساسي لإحلال السلام ولإدخال الأولويات في الجانب الخدمات وفي الخدمات الاجتماعية المختلفة. نعم، إذن هل هنالك إدراج للأولويات الاجتماعية؟ نحن تحدثنا كثيرا عن الأولويات السياسية والعسكرية وأيضا الاقتصادية، بخصوص الأولويات الاجتماعية هل تراها مدرجة في مبادرات السلام؟ هل ترى تنظر إليها خلال قراءتك لمسودات مبادرات السلام؟ هل الواقع الاجتماعي، الهوية، الطفولة، غيرها من القضايا الاجتماعية، هل هي موجودة ضمن هذه الخطط؟ دون شك هي موجودة ضمن كل الخطط التي تطرح وحتى ضمن الخطط والمبادرات السياسية التي تطرح. لا يمكن الحديث عن الجانب الاجتماعي أو الجانب الاقتصادي أو عن أي جانب آخر بطريقة منفصلة أو معزولة عن الجانب السياسي. ما يدار في اليمن الآن هو عملية انهيار في كل الجوانب، فبالتالي لكي نصحح الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب فيما يتعلق بالطفولة والمرأة وباحتياجات المواطن، كل هذه تأتي في إطار عملية المدخل السياسي، لأنه ما حدث في اليمن هي أزمة سياسية، أزمة انقلاب، أزمة القضاء على مؤسسات الدولة. فبالتالي باعتقادي ووجهة نظري الشخصية أن المدخل لكل هذه الأولويات ولتصحيحها لابد أن يكون هناك مدخل سياسي، لأن الأزمة في اليمن هي أزمة كيف طيب سياسية. نعم، كيف يتعامل مختلف الأطراف؟ الحكومة الشرعية كيف تتناول هذا البعد وكيف يتعامل معه الحوثيون؟ الحوثيون يتعاملون مع المجتمع بطريقة مختلفة ويجرفون الهوية،
كيف يمكن خلال هذه الفترة أيضا أن ينظر لهذا كأولوية ويتم معالجته أو العمل عليه من قبل الشرعية وتحالف دعمها والمجتمع الدولي وأبرز مؤثريه؟ بالنسبة للشرعية والدول الداعمة للشرعية ودول التحالف والمبادرات التي تطرح في هذا الجانب، هي تراعي هذه المعايير الوطنية. عملية المبادرة، مثلا المبادرة السعودية التي قدمت في الفترة الأخيرة التي لاقت ترحيب من الشرعية والمؤسسات الحكومية، أقصد الحكومة، وكذلك المجتمع الدولي، ورفضها الحوثيين. هي كانت عبارة عن مدخل لإحلال سلام دائم، لإحلال انفراج في كل الملفات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. لكن الواضح أنه لا زالوا الحوثيين لا ينظروا لهذه المسائل بنظرة وطنية، لا زال هناك عملية الرفض لكل هذه المبادرات، لا زال هناك عملية تغيير ديموغرافي وسياسي يجري الآن في اليمن للأسف، وهذا قد يؤدي إلى عواقب مجتمعية خطيرة في المستقبل. ولكن نحن كشعب يمني وكمؤسسات حكومية وكشرعية وكمجتمع دولي ننظر أنه لابد من عملية الضغط على الحوثيين حتى أن يقبلوا بهذه المبادرة التي دون شك سوف تكون المفتاح الذهبي للدخول في كل الملفات الإنسانية العالقة والشائكة والتي تدهورت تدهور سلبي بعد عملية الانقلاب على السلطة. إذن أشكرك جزيل الشكر محمد جابر الإعلامي والباحث السياسي. جابر محمد، كنت معي في حلقة اليوم من صناعة السلام. أعزائي المشاهدين، ناقشنا في حلقة اليوم مع ضيوفي الأربعة الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية لأولويات السلام في اليمن من منظور مختلف الأطراف ومختلف الفاعلين والمؤثرين على المستوى المحلي والإقليمي وأيضا على المستوى الدولي، وشاهدنا يعني رؤية ضيوفي الكرام لمختلف التغيرات والتحولات وأيضا قراءة الآفاق المستقبلية. أشكركم جزيل الشكر للمتابعة، وألتقيكم في حلقة الأسبوع القادم من صناعة السلام. في أمان الله.